أخبرت سونجور عن مكان المغارة؟ كيف تفعل هذا؟ كيف تخبره بمكان مغارة جيكلي؟ وكيف ترسله إلى هناك يا أخي وأنت تعلم ما سيفعله بياجيت؟ سألتك سؤالا فأجبني، ما الذي حدث؟ هل هذا صحيح؟ يا أسفي عليكم، ولدي أنا يلطخ يده بدم أخيه؟ السهم من القوس، بعد الآن لا يأس ولا تردد ولا وقوع في الحزن والضيق، وما يتوجب علينا الآن هو الوقوف فقط ثابتين خلف السيد أرطغرل. ما فعلته أمي معك أحزنك، أمي ستفهم قريباً بأن هذا حادث، هي الآن تغلي كجمر النار وتعرف أنها أخطأ. أرطغرل وسونجور تيكين تشاجرا بسبب الأمير ياجيت سيدي، سونجور تيكين جراحه خطرة. إذن قدمت لي خدمة كبيرة أرطغرل. إن إخوتي قد أقنعوا السادة باجتماع رغم كل المقاومة التي أبدتها أمي، جوندوغدو سيرشح نفسه للسيادة ليوقفني. أعلم بأنني لست غاضبا منك، انتهى الموضوع. شكرا لك أخي، لكن تعلم من هذا أخي، تراجع عن هذا العناد. المسألة هي عبارة عن حفظ من العدالة الإلهية. السيد توتكين تعلق بأحلام أرطغرل قبل أن يموت، وكاد أن يرمي بقبيلة دودورغا في النار. حين قال جوندوغدو هذا لم أصدق يا سيدي، كما قلت الله حفظ دودورغا، لو كان توتكين حيا لساءت الأمور. كل ما فعلته من أجل مستقبل دودورغا سأفعل مثله من أجل الكاي بالتأكيد. إن جوندوغدو رجل ذو كبرياء ولن يأتي إلي، أنا أعلم، ولكنه يقبل أن يأتي إليك أنت بكل تأكيد. فلتعطي جوندوغدو هذا الذهب ولا تقل له بأني أنا صاحبه، ودعه يعلم أنك صديقه الوحيد. إن كان هناك من تعلق بأحلام أرطغرل الرعناء مثل السيد توتكين، فهذا الذهب سيجعله يستيقظ من أحلامه الجميلة حتماً. يا أبطال، السيد أرطغرل قادم. يا أبطال، عندما كنا صغاراً كنا كل يوم نحلم بأن نحمل سيوفنا، فلماذا نحارب بحب ونحن نعلم أننا في النهاية سوف نموت؟ لماذا نقاوم الظالمين؟ ولأجل ماذا نقاتل؟ نقاتل من أجل إيقاف الظلم وحساب الظالم على كل ما فعله بالمظلوم.
ونحاسبه لأنه داس العدالة حتى يبقى العدل فوق الجميع دائما. ما غايتنا سوى أن يعيش من هم من نسلنا وعشائرنا في أمان؟ إن الوقت أمانة لدينا يا إخوة. الدنيا تنتظر منا شيئا فقط، أن نقضي على اليأس بالإيمان ونقف ثابتين أمام الظلم. إن اتحدتم معي فسوف نهدم قلاع الظالمين كلها معا. كلكم ستكونون فاتحين وسوف تلوحون براية العدل. إن وقفتم معي فإن رايتنا سوف تبقى مرفرفة ولن تسقط، والسيوف لن تدخل الأغمد. والآن أسألكم سؤالا، هل أنتم ستكونون رفاقي في هذا الدرب؟ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! سنعلي صوت العدالة وننشر الحرية في الأرض! 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 ألم تكفي معاناتنا هذه؟ والمصائب التي عشناها يا سيدات؟ تنتظرنا حياة أجمل وأفضل، فلما لا نذهب إليها يا سيدات؟ هذا صحيح. إنها تقول الصواب. سوف أسألكن يا سيدات، هل حرام أن نعيش مرتاحين؟ أكتب لنا أن نستيقظ كل يوم على مصيبة جديدة؟ ألم نأتي إلى هنا من أجل الحصول على أرض أجمل والعيش فيها بأمان أكثر؟ هذا صحيح. لهذا نعم. جديد. نعم. ألم نحتمل البلاء لكي يعيش أولادنا حياة رغيدة؟ حقا. هل قاومنا وتحملنا المصائب من أجل هذه الحياة؟ سلطانة حليمة، هذا صحيح، أنت محقة، ولكن ما الذي سنفعله؟ أخبرينا أنت. الذي سنفعله هو مساعدة رجالنا في اتخاذ قراراتهم أيتها السيدة. هذا صحيح، لأن قرارهم الصحيح سوف يغير قدرنا جميعاً. اختيار سيد جديد سيعطي الفرصة لكل نساء الكاي. إن اختار الرجال السيدة أرطغرل فإن كل شيء سيتغير. هذا صحيح. السيد أرطغرل صحيح. عددنا يزيد واحتياجاتنا تزيد، أولادنا أصبح وضعهم مزر. إن أصبح السيد أرطغرل سيدا فسوف نملك أراض أوسع ومراع أكثر وأسواق. نعم صحيح، نحن بحاجة إلى هذا. أقنعوا أزواجكم أن يختاروه لكي يعلو راية العدالة معاً من جديد. إن شاء الله. سأكلم زوجي. وأنا أوافق. السيد أرطغرل رجل مناسب. السيد أرطغرل رجل مناسب. إننا بحاجة إليه الآن. في النهاية أنا أريد الآن أن أنهي هذا الانفصال. الانقسام الذي سببه أخي أرطغرل معلوم، إنه يشوش عقول الناس بأفكاره. عندما أصبح سيداً فسوف أكبح جماحة. سيد جوندوجدو، كثير من محاربينا يجدونه محقا ويدعمونه. أرطغرل ومحاربوه يعطون الحماسة للشباب. المحاربون يريدون الغزو والغنائم، ووعدك لهم بالأمان لا يعنيهم بشيء أبدا. يا سادة، يجب أن نحفظ المحاربين من الهلاك، فمن رأى خيرا من غزو أو قتال حتى نراه نحن. ثمن غنائمهم هو أرواحهم، وما نحتاجه هو ليس القتال بل الأمن، ومحاربون على خطر. هذا لا يهم، فقبيلة الكي بلا محاربين هي لا شيء. إن رايتنا اليوم ترفرف عاليا بفضلهم. بالتأكيد هذا صحيح، محاربون مهمون عندنا، ولكن أنتم بصفتكم سادة وكبار القوم إن لم تبينوا لهم الطريق الصحيح لن يعرفوه وحدهم. إن استمر أخي فالنار التي داخل المحاربين ستحرقنا نحن. لم يعد عندنا كلام يوقف المحاربين سيد. الجميع الآن متفائلون بحياة أفضل بفضل السيد أرطغرل. بعد إذنك. Thank you.
طريق الأمان الذي ننتظره قد طرق بابنا يا سيدات، وقلقنا والمشاكل ستنتهي جميعا حين يستلم السيد غوندوغدو منصب السيادة إن شاء الله. ستتحد القبيلتان معا وترحلان إلى الأخلاط، ولن يقف أحد في وجهنا إن شاء الله. إن قبائل التركمان ستتمنى أن تصبح مثلنا، وسوف يغارون من اطمئناننا وقوتنا. يا سيدة سيلجان، السلطانة حليمة تقول عكس كلامك هذا. أصبحنا لا نعرف من نصدق يا سيدة سيلجان. كل شيء واضح في الأمر يا سيدات. أنتن أيضاً تعرف أن السلطانة حليمة كأختي، لكن السلطانة حليمة الآن ومن يصدقونها يعيشون غفلة كبيرة. إنهم يجروننا إلى الهلاك دون أن يعرفوا، والسيد غوندوغدو حين يصبح قائدنا كلنا سنجد الأمان معه. إن شاء الله. سنكون أكثر قوة. إن شاء الله. يا سادة الكاي الأشراف، أنتم تعلمون بأن اختياركم هذا هو ليس اختيار لسيد الكاي فقط، لأن قرارا كهذا يهم الدودورغا وقبائل الترك والمغول الذين يعيشون تحت ظل الدولة. تعلمون أن الأناضول مبعثر كحبات القمح، ووحدتنا الضائعة حتما تهم مستقبل المسلمين جميعا. ستختارون اليوم سيدا سوف يرينا طريقنا وسيكون دليلا لنا. خيرا سيد أرتوك، سيد من الدودورغا مثلك أنت لا يليق به حال كهذا. ماذا فعلت لكي تتكلم معي هكذا سيد غوندوغدو؟ أنت تحشر أنفك دائماً في أمور الكاي. هذا الاجتماع يهم قبيلة الدودورغا بقدر ما يهم الكاي سيدي، فالقبيلتان ترتبطان معاً عبر السيد. واضح أن أرطغرل سلب عقلك أيضاً. ليس هناك أحد سلب عقل أحد، وأنا أدعم من أراه على صواب. شكراً سيدي، استمر في الحديث بما تراه صواباً وأنا سأرى ما أراه، لكن دعني أقول لك تلك الجبال التي تثق بها سوف تصبح عما قريب هباء. سيد غوندوغدو، السيد أكتشا بانتظارك. أتسمح لي سيدي؟ تفضل سيد غوندوغدو. تفضل واجلس، لدي ما أتحدث معك به. تفضل. أرطغرل رجل ذو أنياب، لقد مزق السادة ولن يترك الأمر قبل أن ينتزع كل ما يريده، وهذا الأمر صعب. قلت لك سأكون معك وسأفي بالوعد. خذ هذا الكيس. ما هذا؟ إن هذا الذهب هو ثمن القطعان، وأصبح ملكا لك أنت، فتصرف به كما تريد سيد غوندوغدو. لا سيد أكتشا، لن أخذ الذهب. سيد غوندوغدو، نحن نحتاج بعضنا، كلانا لنا صالح في الموضوع، فخيام بالمئات وأناس بالآلاف بحاجتنا، وأنا أصر أن تأخذه، فهذا الذهب سيعطينا جميعاً مستقبلاً أفضل. يكفي أن تكون أنت السيد. حليمة، منذ متى أصبحنا هكذا؟ ماذا حدث؟ كلنا نكافح لمستقبل الكاي سيلجان،
قلت مستقبل الكاي؟ إن استمر الأمر هكذا سنتشتت كأوراق الشجر، ألا ترين هذا؟ نحن لا نريد الفراق أبداً، الانفصال عنكم يقهرني ويقهر قلب السيد أرطغرل، لكن ليس بيدنا شيء نفعله. السيد جوندوجدو لم يقم وزناً لسيدي. لا تفعلي هذا سلطانة حليمة، لنحافظ على وحدتنا كنساء الساد، وليأتي السيد أرطغرل إلى جوندوجدو وليقبل يده ويطلب العفو لكي نعود معاً، لنكن وسيلة لجمعهما، فاجتماعهما هذا هو اجتماع الكاي. ماذا تقولين يا سيلجان؟ ماذا فعل أرطغرل ليطلب العفو؟ فكما تحق السيادة للسيد جوندوجدو فهي تحق لأرطغرل أيضا، فنحن لم نرتكب ذنبا وقد كنا نعاني من تجاهلكم، فليكتب الخير لكم. بعد إذنك سيلجان. أرطغرل قد وعد المحاربين بالغنيمة، لنوقف هذا الوعد. جلبت الذهب. هذا الذهب للمحاربين ولكم. ليكن هناك بعض المحاربين مع أرطغرل، لكن تأسيس نظام لا يقام بالكلام وحده. قلتم لي لا كلام لدينا للمحاربين، الآن أصبح لديكم ما يقال. والباقي نستخدمه بتجهيز القافلة للرحيل يا سادة. سلمت سيدي. وأنت أيضا سلمت. يا الله، كونوا بجانبي في الاجتماع. لا تقلق سيدي. سأقف خلفه. نعم. السيد جوندوجدو شخص جيد. نحن محاربون لكن لا يمتلك شجاعة. لا أدري إن كان هذا جيد. نعم معك حق. الله أعلم. أنا سأدعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد جوندوجدو أرسل الذهب لنتقاسمه. ماذا؟ معقول؟ أي ذهب هذا؟ يا إلهي. شكرا لك. هذا جيد. الحمد لله. سلمت سيدي. شكرا لك. شكرا. الحمد لله. شكرا السيد جوندوجدو. شكرا. مستقبل الكاي الآن بات على أكتافكم، وهو في يدكم التي تمسك السيف. واعلموا أن مستقبل الكاي الآن لا ينتظر الضعفاء ولا ينتظر الجبناء، بل ينتظر رجالا يركضون إلى الموت لكي يكونوا فاتحين مثلكم أنتم. فماضينا مليء بالشباب الذين عانوا وكافحوا لكي يغيروا مستقبلهم. والآن سأسألكم سؤالا، أأنتم مستعدون لتكونوا رفاق دربي؟ بالطبع مستعدون. سأبقى معه. لن نتراجع. سيدي إن سمحت أريد أن أقول شيئا. قل، أنا أسمعك. السيد جوندوجدو. ماذا حدث للسيد جوندوجدو؟
السيد غوندوغدو أعطى الذهب للسادة لكي يختاروه سيدا. والله هذا لا يعقل. كيف يفعل هذا؟ غريب الفعل. غريب. نحن نعرف ماذا سنفعل. غدا سيظهر كل شيء. السيد غوندوغدو يتصرف. إنه يعطي الذهب للسادة. يا رب ارزقنا رزقا حلالا لأجلنا ولأجل سيدنا وقبيلتنا يا رب. آمين. وكن في عون سيدي حتى يخرج وهو منتصر من هذه الحرب التي يخوضها يا الله. آمين. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا بكم. أين السيد أرطغرل؟ السيد أرطغرل في اجتماع. قبيلة الكاي ستختار سيدا جديدا. لقد طلب السادة في اجتماع اليوم ليكتب له ما فيه نصيب للخير إن شاء الله. آمين. آمين. إذن سننتظر انتهاء اجتماعهم. فلدي ما أحدث به أرطغرل. بإذن الله. تفضل شيخي. الأمور صعبة. الأمر محير. هذا صحيح. السيد غوندوغدو يسرر الأمام. هذا ما نحتاجه. هل ستختار سيد غوندوغدو؟ من سترشح؟ سوف نرى ماذا سيحدث. أتت الأم هيمة. هيا هيا. يا الله. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عز وجل الذي ملأ قلوبنا بالإيمان والتقى. الله تعالى صاحب الأسماء الحسنى. جل جلاله جل جلاله.
يا سادة، اجتماعنا هو لاختيار أول سيد لنا بعد سيدنا سليمان شاه ليقود القبيلة. سيادة الكاي يطلبها السيد غوندوغدو، وأيضا يطلبها السيد أرطغرل. ليكن هذا خيرا لهم ولكم. آمين. 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 يا أبطالي وسادتي وأشراف القبيلة، متى تركتم جائعين وعوراة حتى تقلقوا على رزقكم لهذه الدرجة؟ خيرا سيد دوندار، ألا ترى بأننا في اجتماع؟ أنا سيد ومن حق الانضمام إلى الاجتماع يا سيد غوندوغدو. يبدو أنهم متخاصمون. لا أدري، هل اتخذت قرارك؟ مجلسنا قد تحول إلى لعبة. أترين هذا مناسبا يا أم هيمة؟ إن السيد دوندار له حق كالبقية في الانضمام إلى الاجتماع، وبما أنه يريد استخدام حقه ليتفضل. شكراً أم هيمة. دعونا نتشاور. دعونا نتشاور، إنه الأفضل لنا. أنا أرشح سيد غوندوغدو. أنا أرى أرطغرل مناسباً أكثر. قبل الانتقال إلى اختيار سيد قبيلة الكاي، سيد غوندوغدو، هل لديك ما تقوله؟ إن سمحت لي أمي، يا سادة عشيرتنا ويا أشرافها، بعد وفاة سيدنا سليمان شاه، حين جئنا إلى أرض لا نعرف عنها شيئاً، كان لدينا هدف واحد، إيجاد حياة مطمئنة، وأيضاً الوقوف إلى جانب الدولة. هذا صحيح. لكن مع الأسف، لم يتحقق أي من هذا، فنحن نستيقظ كل يوم على مصيبة جديدة تحدث، وقد اشتقنا للاطمئنان، وتورطنا في بلاء إلى أن وصلنا لعصيان الدولة. معه حق. كلامه صحيح. عندما أصبح سيدا إن شاء الله سنجد الاطمئنان الذي نبحث عنه. إن شاء الله. قراراتي دائما ستكون بالمشاورة، والرحيل بالمشاورة. هذا جيد. والدعم لدولتنا أيضا سوف يضاعف قوة القبيلة، وهذا ما أردت قوله. كلامه معه. نعم. أنا أؤيد. هذا صحيح. اشتقنا إلى الأمان. السيد أرطغرل، هل لديك ما تقوله للسادة؟ يا سادة عشيرتنا العظماء، بعد كل هذه الصعاب والآلام، لماذا تركنا أرض أجدادنا الأوغوز وجئنا إلى هنا؟ هل سبب رحيلنا الوحيد هو الأعداء؟ أم هو الحقول الواسعة؟ أم المراعي الخضراء فقط؟ هل عشنا كل هذا الألم حتى لا يكون أبناؤنا في حالة مزرية؟ أم من أجل اطمئنان أنفسنا؟ لا نريد أن نجمل صحيح متنمي. لقد علينا. نعم. بينما أبناؤنا وبناتنا وعشيرتنا لا يرون يوما جيدا، فهل نسعى وراء جنة زائفة لا وجود لها؟ بينما أنين المظلومين قد لف الآفاق، والظالم استولى بظلمه على كل مكان، فهل سنعيش باطمئنان ودون أن نفسد للظالمين خططهم؟ أتظنون أنهم سيتركوننا؟ بالطبع لا. هذا صحيح، لن يترك. أنا يا سادة الكاي الأشراف، إن اخترتموني أنا كسيد لكم فسنقف مع قبيلتنا ومع المظلومين في العالم كله، وسنذهب إلى المكان الذي نستحقه، وبهذا الشكل فقط سنجد اطمئناننا. طريق الحقول الواسعة والمراعي الخضراء والأسواق الكبيرة التي تبيعون فيها بضائعكم سترونها في الطريق التي ستسيرون فيها. هذا صحيح. إن شاء الله. لقد جاء الوقت لكي أقول لكم، إن أصبحت سيد قبيلتكم فسوف
نؤسس الدولة ونحيي الحق معا وننشر العدل والرحمة بين الناس والأخلاق الحميدة. إن شاء الله بإذن الله. إنه أهل لهذا. سنحاسب الذئب الذي يأكل الحملان، ولن تقلقوا على أرزاقكم لأننا لن نكون ظلا لأحد أبدا. مهما كان طلبنا لن نشتري رضا أحد بذهب، لا نعرف ما هو مصدره ولا حتى ما صاحبه، ولن نسير في طريق غير طريق الحق والعدالة. لقد قلت ما لدي والقرار لكم. كلامه صحيح، كلامه معقول. يجب أن نكون أرى يا سيد أرطغرل، ترى ماذا رأيك؟ من ستختار؟ أرى بأن السيد أرطغرل لا يريدكم أن تطمئنوا، فهو لا يستيقظ من أحلامه، وأنا لا يمكنني تسليم خيمة سيادتنا لشخص لا يتبع سوى الأحلام، وهذا هو آخر القول. من لا يحلم لا مستقبل له سيد كوندوكتو، وما نحلم به هو إيصال الكاي إلى المنزلة التي يستحقونها، لا أن يكونوا عبيداً عند أحد، وهذا هو آخر القول. الوضع صعب جدا، طول من سنوات سوف تحل الإهمال. نعم، ما حق. سلام، شكرا. بما أن كلام السادة المرشحين انتهى، سننتقل إلى الاختيار. ولأن السيد غوندوغدو والسيد أرطغرل هما أبنائي، فأنا لن أشارك في التصويت معكم. والآن ليرفع يده من يرى أن هذا المنصب يناسب السيد غوندوغدو. سأرفع. وأنا أيضا أريد السيد غوندوغدو. السيد غوندوغدو. والآن ليرفع يده من يرى منكم أن هذا المنصب يناسب السيد أرطغرل. لقد اختار عشرة من السادة أمام الجميع السيد غوندوغدو، وستة اختاروا السيد أرطغرل لمنصب السيادة. سيد قبيلة الكاي هو السيد غوندوغدو. اختيار مناسب. ليبارك الله مجلسكم أيها السادة. آمين. وليهدي سيدكم إلى الحق. آمين. آمين. ليجعل الله إرادتنا قوية. آمين. ويبعد عنا الصعاب والألم. آمين. ويبقنا على طريق العدل. آمين. ويبقي الناس متكاتفين مع خيمة سيادتهم. آمين. وليجعل سيادتكم وخيمتكم وقبيلتكم على الدوام من المنتصرين. آمين. أيها السادة، أيها الشجعان، يا أشراف قبيلتي، بالقرار السليم الذي اتخذتموه قد أظهرتم الفراسة والحنكة والدهاء ليرضى الله عنكم ويعطي كل شخص منكم مراده. ستكون خيمتي كما كانت في عهد سيدنا سليمان شاه، دائماً موجودة في خدمتكم. وبعد الآن
الصفاء لكم والهم لي، وألمكم هو ألمي ومشاكلكم مشاكلي، واعلموا أنني سوف أبقى أعمل من أجلكم دائما. وأريد أن تعلموا شيئا آخر أيضا، كل من يريد أن يقسم قبيلتنا أو أن يفككنا أو يجعل اتحادنا ينهار فنحن سنعامله كما تأمرنا أعرافنا. نتمنى أن يديم الله هذا الاجتماع ووحدتنا معا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا بسم الله. تفضل اجلس. مبارك أخي. اعلموا أن سكوتكم عن ألعاب أعدائكم القذرة من أجل لعبة السيادة هذه سيهدم خيمتنا وسيهدم قبيلتنا من الداخل، وإن خوض طرق غير شرعية من أجل السيادة قد أمن لأعدائنا الطريق إلى قبيلتنا. إن شاء الله فراستكم ستريكم الطريق بعد الآن. البقاء هنا بالنسبة لي ذل. مبارك عليكم سيدكم هذا. ما يقع علي الآن هو الرحيل من هنا مع الناس الذين يؤمنون بهدفي. سادة قبيلتك لم يختاروك سيدا أرطغرل، فأين ستذهب؟ سوف تكون أجلاً لأولئك المساكين. سأذهب وحدي كسيدنا إبراهيم عليه السلام وأقيم دولة مع الذين أسميتهم مساكين. أذكر هذا جيداً. مبارك سيدي. مبارك سيدي. مبارك سيدي. لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيدا لقبيلة الكاي. غير معقول، لا أصدق. السيد غوندوغدو؟ لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيدا لقبيلة الكاي. هذا معقول؟ كيف حدث ذلك؟ لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيدا لقبيلة الكاي. الحمد لله أننا انتهينا. نعم نعم. لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيدا لقبيلة الكاي. لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيداً لقبيلة الكاي. هل هذا معقول؟ نعم. لا تقولوا سمعنا ولم تسمعوا، لقد تم اختيار السيد غوندوغدو سيداً لقبيلة الكاي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. غدا سنرحل من هنا مع من يصدقوننا. أخبروا الجميع بأن الوقت قد حان. لا تحزن بني ولا يثنك الهم، فالهزائم الصغيرة تأتي قبل الانتصارات، وحتى هزيمتك هي نصر يا ولدي، فمن يهزم منتصر في طريق كهذا. فالله يقدر أمورنا كما نقدر لأنفسنا، وبلا شك الله يعلم ما الأفضل لك. دعنا نتمشى، فلدي ما أحدثك به. Thank you.